بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ولولا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلنا لولا يعني هلا، دي تحضيض على أن يقولها، وبده يعد إيمانه إلى خصمه وإلى محاوره علشان ينتهي منه، مش بس جدل كده بحال وحال، لا، بحال أمام حال، يحب أن يكون حال المجادل زي حاله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقلنا إن ما شاء الله لا قوة إلا بالله عالجت ناحية من نواحي أغيار النفس البشرية، وقلنا إن سيدنا جعفر الصادق جعل لأحوال النفس البشرية 4 حالات: حال يأتي فيها الخوف فيسيطر على الإنسان، فقال: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بعد ما قالوها: وعجبت لمن اغتم، وقلنا أن الغم انسداد القلب وبلبلة الخاطر من شيء لا يعرف سببه. تقول: والله أنا صدري من قبل ما أعرف ليه، لماذا؟ اسمه إيه؟ الغم. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ومش بس له، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني رجدت عامة، مش له بس، وكذلك ننجي المؤمنين. وقوله ساعة الغم: لا إله إلا أنت، يعني لا مفزع لي سوى. أروح لمن بقى؟ أنت اللي إني كنت من الظالمين ليه؟ يعني رب، يمكن الغم ده داخل علي لأن يعني أنا عملت حاجة أو ظلمت نفسي ولا كده ولا كده، فهيجي دي سبب وأنا مش عارف. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إيه؟ قال الله بعدها: فاستجبنا له. يقول يحفظ: لأني سمعت الله بعقب، سمعت الله بعقبها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي الإيه؟ وعجبت لمن مكر به. أعدائك بينكروا بك وانت ما انتش قد الناس، يقعدوا يرفقوا لك ويعملوا لك مكر. قال له: وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: وأفوض أمري إلى الله. ليه؟ لأن ربنا قال: ومكروا ومكر الله. يبقى هو اللي حيقابل بقى كويس كده. لأني سمعت الله بعاقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكر. وعجبت بقى للطموحات بقى بتاعت الدنيا، عايز يبقى عنده وعايز يبقى عنده. ما فيش مانع يبقى عندك يا سيدي، بس يقول ايه: ان رأيت اي نعمة عندك ولا عند واحد قل: ما شاء الله لا قوة الا بالله. ان قلتها على نعمتك حفظت ونمت، وان قلتها عند نعمة الغير اعطاك الله فوقها. ولولا اذ دخلت جنتك، قال بيدل على مفتاح الخير اللي يزود عند الدنيا، هو ما عندوش. وبقول لهم كنت يعني برضه عايز الدنيا روح. لولا إيه؟ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. وبعدين قال له بقى: انت بتعيرني بانني غلبان وفقير ومش عارف ايه، ان ترني انا اقل منك مالا اهي بالجنتين والمش وولدا وعندك نفر كتير واعز نفر، مش كده؟ ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. قلنا عسى رجاء، ورجاء من مين؟ من رب، يبقى ايه؟ كلام متوقع. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسنا. اهو لما انت تقول عند نعمك ما شاء الله لا قوة الا بالله، يجيب لك خير من اللي انت قلت عليه ما شاء الله لا قوة الا بالله. عندي كتير، ما دام عرفت الحق فيني اجيب لك احسن منه، ولئن شكرتم زدناكم. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها
كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني سمعت الله بعاقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وبعدين يرجع عليه هو، طب خيرا من جنتك ويريتها تفضل لك، عسى ربي أن يؤتيني، يعني ينقل المسألة، لأنك أنت مالكش قدرة تحفظ بها النعمة، لأنك أنت ما جبتش النعمة، فما دام ما عندكش قدرة تحفظ بها النعمة يبقى يمكن ربنا يديني زي نعمتك وبتفضل نعمتك برضه، يبقى بس هناك انتقلنا من مرحلة إنك غني وأنا فقير. لكن بعدين ربنا عايز يقلبها بقى ويرسل عليها عصبانا من السماء، الحاجة اللي أنت بتعتز بها دي وبتفتخر بها علي وأنا أعز منكم وأكثر مال وأعز نفر، عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي، وأنت ما تفضلش على الحالة دي، ويرسل على الجنة والشيء النعمة اللي أنت بتفتخر بها يرسله عليها حسبانا من السماء. كلمة حسبان شيء محسوب، شيء محسوب يعني مقدر، زي الشمس والقمر بإيه؟ بحسبان. طب الشمس والقمر ربنا عمل الحكايه دي عشان نعرف الوقت ونعرف المشكله ولا لا، ولتعلموا عدد السنين ايه والحساب. طب انت تعلم بها عدد السنين والحساب اللي هي ان كانت هي معموله بحساب مش ممكن، انت عملتها على السنين والحساب. طب ده الساعه لا تعرف بها حساب الوقت الا ان كانت معموله هي بايه، لازم مضبوطه وبحساب، يعني سويسري مش عارف الايه اللي ايه اللي ايه. الله، يبقى اذا ما دام بحسبان يعني بشيء ايه محسوب، فالشيء لا يكون حسبانا لغيره الا اذا كان هو نفسه منشأ على ايه، على حسبان. على وهنا يعني حسبان زي ايه، غفر الله غفرانا وحسب ايه حسبانا، حسبان ايه يا سيدي، ارسل علي حسبان يعني ايه صاعقه محسوبه كده على قده، يعني صاعقه تفصيل، علشان ما تقولش ده ايه كونيه، لا ده جاء مخصوص بدليل ان الصعقه جت على ايه، على مقاس الجن، قد الجن كده وبس مفيش غير ادي بحساب، عشان لو كانت ازيد يمكن تقول ده ايه كونيه طبيعيه وهي خدتنا كده واقفه على الرجلين، نقول له لا ده جاء مخصوص اكيد بحسبان. ايوه تفصيل تفصيل. ويوصل علي ويوصل علي حسبانا من السماء صاعقه كده تد على قدها، فتصبح الجنة اللي انت بتقول آتت أكلها والثمر والزرع ومش عارف ايه، فتصبح صعيدا، ومش صعيد بس زلق. ايه الفرق بين الاثنين؟ الصعيد هو انك انت تلاقي الارض تراب ظاهر على الارض كده كأن ما عليهاش حاجة تراب، ادي الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا، يروحوا للتراب اللي على الارض ده ادي صعيد. طب وايه زلق دي؟ هي زلق دي الزحلقة، تزحلق اللي يمشي عليها. ازاي بقى تزحلق اللي تزلق رجل اللي ماشي عليها؟ ليه؟ قام قال لك انت ما عمركش شفت ارض سابخه، والسابخه دي تلتفت تلاقي عليها شبه الملح وما تجفش ابدا، تفضل منزنزه بالايه؟ بالمي، ان مشيت عليها ايه؟ تزحلق حتى ما تصلحش للمشي، تصبح صعيد بس هتنحرم من الزرع، انما ولا تتمتع بانك تقدر تمشي فيها، لأنها إن جات رجلك عليها تروح متزحلق وعيش ربا ما شاء الله. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. خيرا من جنتك يبقى زي بعض ولا أحسن؟ يبقى أنا أديني جنة أحسن من جنتك، ومش كده بس ده يضيع جنتك دي بيديني. ويرسل عليها حسبانا من السماء يعني صاعقة محسوبة على قدرها، فتصبح الأرض اللي كانت مزينة بالزروع والثمار والنخيل والأعناب كده كويس، فتصبح صعيدا إيه زلقا، أو يصبح ماؤها غورا. غور يعني غائر غاد. طب ممكن غار برضو نقدر نجيب آلات ونطلعه؟ قال لك لا، ولادي كمان مش هتستطيع له طلب بأي حيلة من الحيل كمان. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ سبحانه سبحانه. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له إيه طلب بأي آلة. طيب إيه اللي حصل؟ قال لك ده رجاء من اللي بيتكلم، لسه ما حصلش حاجة، بيقول عسى ربي بكلام لسه
عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. طيب ويا ربي يرسل علي حصبا من السماء فتصبح صعيد ايه زلق أو يصبح ماؤها غور. كل ده كلام من مين؟ من المؤمن اللي هو الفقير اللي بيجادله لسه ما وصلتش إلى إيقاعيات القدر، ما وصلتش. وأحيط بثمره، ربنا ما كدبش الراجل. وأحيط بثمره، أحيط بثمره، أحيط يعني إيه؟ أحيط يعني تعمل سور كده حوالين الإيه؟ حوالين الثمر. وظنوا أنهم قد أحيط بهم، يعني ما فيش منفذ، ما فيش إيه؟ ما فيش منفذ، أحيط به. وأحيط بثمره، ما قالش بزرعه بنخله، يعني بيقال لك لا، لأن الإحاطة قد تكون بالشيء لم يثمر بعد، ولكن الإحاطة جت لمين؟ للثمر اللي هو قريب الجانب، تبقى الفجعة أشد ولا لا؟ الفجعة أشد. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. يقلب كفيه، احنا عارفين ان الانسان لما تيجي حاجه فوق مظنه يقوم يقلب ايديه كده قبل ما يتكلم، ساعه ما يشوف حاجه كده فوق مظنه وحاجه تحصل يعمل ايه. ولذلك بيقول لك بيضرب ايه كف على كف، يقلب كفيه اكنه مش قادر لسه يتكلم، مدهوش من اللي حصل. وبعدين يعني لما يستفيق كده يبتدي ايه يتكلم. وأحيط بثمره، هناك الآية بتاع إيه؟ حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، مش كده؟ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ما عادش في مفك من اللبن، هاي أحيط بثمره. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه من دهشة المفاجأة، إيه من دهشة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، تعب الزرع وتعب المش عارف إيه، وهي خاوية على عروشها. خاوية يعني خاربة، خاوية يعني إيه خاربة؟ هناك أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، العرش ده دائما فوق، إنما خاوية على عروشها يبقى الجدار جه على الإيه، يبقى أكن لما جت الحاجة من الصاعقة من الإيه من السماء خدت من الأول السقف فنزل وبعدين الجدار جه عليه، يبقى هي خاوية على إيه على عروشها. السلام. وهي خاوية على عروشها وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية، يقلب كفيه وهي خاوية على إيه؟ على عروشها. ويقول بقى، هذا النزوع القولي، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. عمال بيتمنى إنه لو لم يكن قد أشرك بالله إيه؟ أشرك بالله أحدا. طب اللي أشرك بالله ده يعني جاب له حد وياه، أم قال له طب اللي وياك ده بقى اللي خدته وياه يا إله ما نفعكش، هذا الكلام. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، ما عندوش شلة بقى لما ربنا يعمل فيه كده يجي له يقولوا جالك ويقعد ياخده بقى بإيده ولا يعمله. فلم تكن له فئة إيه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، ما ينبغي إنه أن ينتصر. ليه؟ قال لك هنالك يعني في الوقت الحالة دي الولاية لله الحق، حين يريد أمرا ما فيش لحد لا شريك حيجي ولا حد فئة تنصره ولا حيجد له مكان أبدا. هنالك كلمة، ساعة ما تسمع كلمة هنالك افهم أن في هذا الوقت، الوقت اللي هو إيه في اللي حصل فيه إيه، شاف هذا جت إيه حسبان من السماء والقرية خوية على عروشها والدنيا كده، هناك تذكر المنعم، قال لي يا ريتني ما أشركتش بربي أحد. طب هذه الكلمة تعمل ايه؟ طب ده ساعة ما يقولوا قال لي تاني لم اشرك بربي احدا، حتى ان كان في الهة تانية هيزعلوا منه ولا يجوش، ولا فيش الهة تانية، يبقى ما فيش. هنالك يعني في الوقت ده، الوقت الدقيق اللي هو يسموه وقت الايه يعني القمة، قمة النكد وقمة الكدر وقمة المش عارف هنالك. ولذلك هنالك جاءت في القرآن في الامر الايه العجيب يدعو الى الامر الاعجب،
القصة بتاعت سيدنا زكريا لما دخل على ستنا مريم ووجد عندها ايه؟ قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي اللي بتقولها وربنا خلاها تيجي على لسانها هي، لأن لها قصة هتبقى فيه بعدين الآية دي تنفعها. إن الله يرزق من يشاء بغير إيه؟ بغير حساب. المقدمات مش دي تجيب دي ودي دي. أم لما سمع سيدنا زكريا وهو الذي كفلها وهو اللي بيجيب لها الأكل والشرب، ولما لقى عندها حاجة ما جابهاش سألها منين أنت جايبة الكلام؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أم قال الله ربنا بيرزق من غير حساب ومقدمات وأسباب، طب ما ندعي ربنا بقى انه يجيب لنا ولد، وان كنت امراه عاقر امراه هنالك دعا زكريا رب في المفرق ده. نعم، هنالك الولايه لله الحق. الولايه اللي هو الايه؟ ان يكون لك ولي ينصرك، لان الولي هو الذي يليك عشان وقت الشده يدفع ايه عنه. وهناك قراءه ثانيه هنالك الولايه يعني الملك. لمن الملك اليوم؟ لله، ما حدش هيعلق عليه. هنالك الولاية لله الايه؟ لله الحق. هو خير ثوابا، لانه حيجازي على العمل الصالح بثواب، هو خير من الدنيا وما فيه، وخير عاقبة بالايه؟ بالرزق الطيب اللي يديه له في الايه؟ في الجنة. ادي ضرب المثل بالرجلين، الغني الكافر والفقير الايه؟ المؤمن، وجاب لنا صورة الجدل بينهم، وبين لنا على أن الإنسان يجب على أن لا تخدعه النعمة ولا يغره النعيم اللي يهب الله. ليه؟ لأنه موهوب من الله، وما دام موهوب من الله يبقى خلي دائما الواهب في بالك عشان يحافظ لك على النعمة بتاعتك، وإن كنت هتاخده كده ربنا يروح إيه حامل فيك ابتلاء واخد النعمة منك. هات واضرب لهم مثل تاني. قال لك مش كان عنده وما بقاش عنده وبقى صعيد زلق، برضو الدنيا كلها كده. هذا مثل في الأمر الجزئي يتعلق بالمكلف الواحد، ولو نظرت إليه لوجدته عم الأرض كلها. الأرض دي زي إيه؟ الدنيا دي زي إيه؟ الحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، تشوف الحياة الدنيا ومزهزها وفيها الخير وفيها المش عارف ايه والشمس والقمر والنعيم والمش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين تنتهي نسير الجبال والجبال تبقى مش عارف كدهان وتنتهي المسألة كلها، والشمس تكور والنجوم تنكدر والدنيا كلها تصير. كذلك اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كايه؟ كماء انزلناه من السماء. في حاجة تشبهها بحاجة، دي مثل ده. إذا كان شيئا واحدا وشبهته بحاجة يبقى يقول ده مثل ده، يبقى شبهه يعني. فلان أنت ما شفتوش، والله ما شفته، هو مثل فلان، تشوفه تشوفه أكنك شفت فلان، يبقى اداله مثل للمجهول بالمين؟ بالمعلوم، يبقى ده مثل. فإن كانت المسألة مش فرد بفرد بل حالة بحالة، أفراد كتير متركبة ويا بعضها تركيب كده وشبهتها بحالة، قال لك زي إيه؟ وهل الحياة الدنيا كماء فقط؟ ده ما أنزلناه من السماء، وبعدين لما الأرض شربت منه أصبحت مخضرة، ولما اخضرت طلعت الزروع والثمار، والزرع بقى نضر، والأزهار بقت متفتحة، والثمر جه، وبعدين بعد شوية بقت إيه؟ بقت هشيم، قش ناشف وتزروه الرياح لما يتقصف. أهي الحياة الدنيا كده، تزهزئ تزهزئ وبعدين تنتهي إلى إيه؟ يبقى ده أنا مسأل لها ولا لأ؟ مثل بواقع من الدنيا، مثل الحياة الدنيا بواقع من الايه؟ اضرب لهم مثل الايه؟ الحياة الدنيا. ولذلك هو قال لك لما جه سماها الدنيا بيقول لك اسم موحن، اسم موحن، لانه هيجيب وصف اقل من كده، ايه دنيا حياة وايه ودنيا، علشان نعرف ان المقابل حياة ايه عليا. واضرب لهم كما ضربت مثل الرجلين الغني الكافر والمؤمن الايه الفقير، اضرب لهم مثل الحياة الدنيا. وان فيه تغييرات في الارض عامة، وتغييرات في الارض عامة لقوم ينظرونها ثم تأتي فتخضر الارض تاني، وبعدين برضو ناس يشوفوها خضرة وناس يشوفوها ايه يشوفوها جافة، وبعدين الحياة الدنيا كلها تقش ده كله وتبقى هي انتهت المسألة.
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء، هي المعادنة كالماء ولا كماء داخل في شيء داخل الأماء، أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات، اختلط بالمية ولا اختلط بسببه نبات الأرض؟ ساعة ما تقول اختلط يعني مش كل واحدة طلع كده الناحية دي الناحية دي، لأ شبكت من خصوبة الايه، من خصوبة الأرض اختلط به نبات الأرض، تلاقي فرع الشجرة دي دخل في فرع تاني من شدة الايه الخصوبة، لأن الأرض لما ما تكونش خصبة يقال عندنا في عرف الفلاحين أرض مفلسة، مفلسة يعني عود هنا وعود هنا وعود هنا، لكن لما العدان ده تبقى كده من ايه مزدحمة ما بعضها يقول تداخلت الايه، تداخلت الأغصان وتداخلت الأوراق، يبقى اختلط بسبب الماء الايه، فاختلط به نبات الأرض. وبعدين هل فضل كده؟ هل فضل زاهي؟ هل فضل نظر؟ هل فضل أخضر؟ ولا بعدين جف ونشف؟ ولما جف ونشف اتحطم وبقى وتكسر وبقى هشيم، وما بقى هشيم بقى خفيف تطيره الايه؟ تزروه الرياح تدريه، زي ما بنقول بندري القمح، مش بنقول كده في بلدنا؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، الحالة بتاعت الحياة الدنيا في أنها تأخذ زينتها وزخرفها وتزين، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا. قال لك دي زي إيه؟ زي ما أنت بتشوف كل ماء نزل على شوية على الأرض، وبعدين طلع منه الزرع والزرع زازه وبقى مش عارف إيه، وجاب الزراع وبعدين راح إيه كبر وبقى هشيم، وبعدين بقى تزرعه الرياح. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ولذلك لما يكون التشبيه مركب من أشياء متعددة يسموه مثل، إنما إن كان شيء مفرد لوحده يسموه مثل، هذا مثل هذا. ولذلك هناك إيه، فلا تضربوا لله الأمثال، ما تضربش لله الإيه الأمثال، لأن لله المثل الأعلى، ما فيش حاجة مثله. فإذا كانت شيء مفرد يبقى مثل هذا مثل هذا، إنما مثل يبقى حاجة مركبة بحاجة مركبة. فأصبح هشيما تزروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ليه؟ لأنه إخراج الشيء إلى ضده على طول كده، دي من اللي يعمله الحق سبحانه وتعالى، وإنا على ذهاب به لقادرون. وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي على الإيجاد اقتدر، وعلى الإعدام اقتدر، فإيجابا قادر وسلبا قادر، فلا تنفك عنه صفة القدرة أبدا، أحيا وأمات وأعز وأزل وقبض وبسط وضر ونفع. ما هو الكلام كان في المال وفي الهيصة اللي قالها دي، لأن المال كل ما يتوول ومنه الجنتين اللي فيها نخل وفيها عنب وفيها زرع وفيها ثمر وفيها مش عارف إيه، والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، دي بالدنيا دينا العناصر الأساسية في فتنة الناس، مال وبنون، المال والبنون. ويجي يقول لك بقى مثلا قدم المال، دي المال أعز من الإبل، يقول له لا، بس المال عام في المخاطب ولكن البنون خصوصية، في واحد ما عندوش بنون، إنما كل واحد عنده إيه مال، ولو إن شاء الله يكون هدوم اللي عنده. وأيضا البنون لا تأتي إلا بالمال، لأنه عايز يتجوز ويجيب مرأة وبعدين يتناسل وبعدين يبقى كل واحد له إيه؟ له مال، إنما مش كل واحد له إيه؟ بنون. والحكم جاي قضية عامة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كلمة زينة دي اوعى تفتكر إنها ضرورة في الحياة، في واحد لا عنده مال ولا عنده بنون ويعيش إيه؟ ويعيش سعيد ومبسوط 24، ويقعد عنده مال والمال يطلمسه ويوديه في داهيه، والبنون يطلعوا عليه زي مش عارف ايه، ويطلع يخيب خيبه يود لو انه مات قبلها. الله، يبقى اذا قال لك المال ده هو البنون زينه بس، ما بيمثلوش ضروريه في الحياه، لان الانسان الراضي يستطيع ان يعيش بدون مال وبدون بنون، ويبقى برضه مؤمن وكل حاجه وراضي وكل مش عارف ايه. ويقول لك ملوش بنون، افرض ان هو ما اتجوزش، لان الجواز مباح، ما فيش فرض ان انا اتجوز كده، ويجيب بنون، وفي واحد ما يجي يتجوز ولا يجيبش بنون، يقول لك بس هي دي العقده اللي عندي كثير من الايه، كثير من الناس
يبقى كدر وزعلان ويزعل المرة ويزعل هو وأمه التنها تنخس في الست تقول لها مش هتشوفي حالتك ولا مش عارف إيه زي ما بنشوف ومش عارف إيه ممكن يقولوا له اتجوز ثاني شغلانة تشتغل في البيوت ولا روح لقح ولا أعمل بويضة ولا أعمل مش عارف إيه شغلانة. لكن لو علم أن الإجابة من الله نعمة والسلب من الله نعمة ولذلك شوف لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. إذن فالجعل عقيم هبة من الله فلو قبلها إنسان يقول له ربنا قبلتها مني فسأجعل كل شاب في الأرض أحسن من ابنك وتنظر له نظرك ولا تتعب لا في تربية ولا تتعب راح الواد فين ولا جه منين ولا تلم على ايه ولا عمل ايه ولا تتعب في اي حاجة ابدا وتلتفت تلاقي كل واحد ايه كلهم ابنائك. ولما وعندنا برضو الناس اللي كانوا يزعلوا لما يجي لهم بنت ويذهبوا الشرع ايه احدهم بالانثى ايه ظل وجهه مسود عايز ولد عشان يبقى سنده ويبقى مش عارف ايه ويبقى عزه. لا عزك بالله ايها المؤمن عزة يمكن هو اللي يجي يذلك هو اللي يجي ايه يذلك ولما تيجي الانثى يزعل هو مش عارف نقول له والله لو استقبلت الانثى بالفرح لانها هبه من الله لكانت سببا في ان ياتي لها زوج ابر لك من من ويقعد في خدمتك ويمكن سايب اهله وتاخده انت وهو اللي مش عارف يقوم لك بمصالحك وهو اللي يعمل مش عارف ايه. ولذلك كل اللي يفرح ببنت عنده يقول له طيب انت فرح اجيب لك بها ولد ما تعملش في تربيه جاهز. المال والبنون زينة مش ضرورة في الحياة يستطيع الإنسان أن يعيش بإيه بدونها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حددوا الدنيا بالنسبة لأنفسكم عشان ترتاح. الدنيا دي كلها إيه إيه هي الدنيا دي كلها أنا ما أعرفش متى أنتقل إلى الله. إذن هي الدنيا بتاعت اللحظة ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها هي دي. من أصبح معافا في بدنه صحته كويسة آمنا في سربه ما حدش بيهدده ولا بيخوفه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها هي دي الدنيا. تبقى إذا الحاجات التانية تبقى زينة ولا مش زينة؟ نعم. والباقيات الصالحات خير لأن المال مش هيجي وياك والبنون مش هيمسكوا النعش يقولوا لا ما يمكنش يندفن يقعد ويانا ها ابدا لا هيحصل دي ولا دي. المال والبنون زينة الحياة والباقيات الصالحات خير. سيدنا رسول الله لما اهديت له شاه وستنا عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تعرف ان النبي بيحب لحم الكتف لحم الرقيق كده مش الببرة لحم الرقيق كده فحشت له الكتف فلما جاء لها ماذا صنعت يا الشاه قالت كلها ذهب يعني تصدقت به إلا كتفها. فضحك رسول الله وقال كلها بقي إلا كتفها ليس لك من مالك إلا ما أكلت إيه أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. يبقى اللي بقي اللي راح والباقيات الصالحات خير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.